اسمه رباط بناجة شيخة الرباط اسمها طيب الله يرحمها. طيب كانت تسرق الحمام حقي. تذكريها يعني تعرفيها؟ انا اروح لا اقول لها خلاص طيب حمامك سرق حمامي ايش يسوي لكم انت حمامك؟ طيب انت تربي حمام؟ الاولاد اللي ربوا حمام لا والله هو واحد اول مره اشوف بنت تربي حمام هو واحد يعني كنت حامد ولد يا دكتور هو ما حد يربي الحمام الا الاولاد المدن حق مسجد الباشا اللي ايه؟ اخويا في امام قبل يسافر على صنعاء يجي يسلم على امي يقول لها ايش تبغي قالت له طلبت قالت وجب زوج حمام صنعاني زوج الحمام من الطياره على بيتنا حلوين صغار طول الوقت بس يهلل يقول الله 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 انا اقعد اعد لهم من العصر لين المغرب هو يقول الله, يقول الله على نفس واحد. واحد ايوه الله 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 سبحان ايوه هو هذا يقول لك حمام جانا من الطائف صنعاني يبغى الولايه هو هذا الله الله انا حزنت عليهم انهم محبوسين فافك لهم القفص بعد يومين ثلاثه ايام طاروا الذكر رجع الانثى ما رجعت ما رجعت امي خاصمتني قالت لي انت سابعه ما ادري ليش تفكي لهم القفص قلت لها قالت لا يتولفوا ويعرفوا المكان وحطيهم ماء سكر وبعدين افلتيهم للاسف الشديد عرفت انها خاله طيبه هي الله يرحمها هي حمامها سرق حمامها ايوه حرامي ايه؟ لما جيت قالت لي انا ما ادري شغل انت حمامتكم فلتوها تيجوا ايوه تتبلي علي وعلى حمامي ما ادري طبعا رجعت امي حكيتها قالت خلاص عودك على الله ولا الذكر يجي يروح يخبط في الجدران يبكي طول المغربيه يدورها ما في ما ادري بعدين